السلام عليكم متتبعي قناة إمليم تي في. إحنا كنتواجدوا اليوم في مدينة أكراد وفي ضيافة أستاذ محمد عسيلة. سي محمد، مرحبا بك في قناة إمليم تي في. بارك الله فيك سي نبيل، شكرا على الاستضافة الكريمة في برنامج إمليم تي في. هذا البرنامج الواعد بصراحة اللي كندعموه كمبادرة إعلامية رائدة في المنطقة ديال ولايتنا، فشكرا وتشرفت بدعوتكم. شكرا، بارك الله فيك سي محمد. سي محمد، كنت تعرف راسك للمتتبعين، شكون هو محمد عسيلة؟ محمد عسيلة مغربي مقيم في ألمانيا أزيد من 32 سنة، كنشتغل في مجال التربية والتعليم والاندماج، أستاذ اللغة العربية والدين الإسلامي باللغة الألمانية، وأستاذ محاضر كذلك بالمدرسة العليا للوظيفة العمومية والشرطة، وكذلك كندير تكوين ديال السادة الأساتذة في تأهيلهم اللي تدرسوا اللغات الأصلية في هذه الولاية. وفي العمل التطوعي شرفت نكون رئيس ديال هذه الجمعية المباركة، جمعية العائلة المغربية للثقافة والشباب، واحد الجمعية اللي احنا متواجدين فيها اللي عندها واحد العمر ديال 22 سنة، وهكذا كنحاولوا ما امكن نمزجوا بين العمل المؤسساتي والعمل التطوعي خدمة للمصلحة العامة ومصالح مغاربة العالم. شكرا. مباشرة السؤال الاول، احنا كنتواجدوا في الجمعية ديالكم سي محمد، يمكن لك بحال ما بعجالة تلخص لنا بالضبط شنو الدور الجمعية، شنو هما الاهداف ديالها، الانشطة ديالها تقريبا عامة؟ الجمعية ديالنا جمعية العائلة المغربية للثقافة والشباب هي ما تأسستش من فراغ، ومن هذا الباب لا يسعني الا ان اشكر يعني رواد ديال هذه الجمعية اللي المغاربة اللي موجودين في منطقة إكراد على الثقة اللي وضعوا فيها باش نكون جزء من هذا الكل ونكون جزء من هذه العائلة الكبيرة اللي في الحقيقة كتقدم خدمات جليلة لأبنائها، اللي كتقدم كذلك خدمات جليلة للمجتمع الألماني. هناك عدد اللي كيوصل تقريبا ديال واحد 300 عضو اللي مشارك في هذه الجمعية، وهذه الجمعية ديالنا كيف قلت ما تأسستش من فراغ، فكانت هي جواب على رغبة ملحة من وسط هذه الجالية المقيمة بمدينة إكراد على أننا نخلق واحد الكيان جمعوي اللي كيشتغل على عدة مقاربات. المقاربة الأولى أولا هي التعريف بالثقافة المغربية، وكذلك خدمة المجال التربوي في علاقة المؤسساتية مع المؤسسات التربوية الألمانية. الجانب الثالث من هذا التأسيس كذلك توفير واحد سقف روحي لمغاربة العالم في هذه المنطقة، بحيث أن أول شيء اللي كنا فكرنا فيه هو أن هذا الجيل الأول اللي كان خدم واشتغل من الاقتصاد الألماني أننا نوفر له على الأقل واحد سقف روحي، واحد الكيان في نلتقي مع الجيران، مع الإخوة والأخوات، كذلك المرأة المغربية الموجودة بالمنطقة. وكان هذا التأسيس في الحقيقة ليفي بهذا الغرض الأولي أولا، وكذلك لجمع الشباب، يعني اللي عندنا ما شاء الله أطفال وشباب وشابات، حاولنا كذلك نعمل واحد العملية استقطابية ونوفر لهم هذا الفضاء الجمعوي. المقاربة الرابعة والخامسة من هذا الباب، وكيف كتعرفوا أن العمل الجمعوي بصفتنا تمثيلية للمجتمع المدني، كذلك هناك نوع من بغينا نحقق واحد الحضور لدى المؤسسات الألمانية باش نكونوا محاورين للدفاع عن عدة قضايا، ولكن لا نربط هذا التواصل وهذه المرافعة فقط بالمشاكل، بل كذلك لخلق واحد الوجود ثقافي، واحد الوجود اجتماعي باش تكون الأسرة المغربية. لهذا سمينا الجمعية ديالنا جمعية العائلة المغربية، يعني باش ما تكونش يعني واحد الجمعية اللي كتكون مرتبطة بأفراد معينين، بل حاولنا ندمجوا أن في الأهداف ديالنا كنستهدفوا العائلة المغربية ولكن داخل المواطنة من هذا الباب. كذلك المقاربة
الخامسة أو السادسة ما بقيتش عاقل العدد، هي كذلك المشاركة الاجتماعية، لأن عملية الاندماج هي ليست عملية سهلة ودائما مرتبطة بالذوبان، مرتبطة بأسئلة كبيرة جدا اللي هي مرتبطة بالوجود ديالنا. فبالتالي حاولنا نكونوا نحدوا مع المؤسسات الألمانية ماذا نعني بهذا الاندماج. فكانت الجمعية ديالنا كتشارك في عدة محطات، كان كأعضاء في مجلس الاستشاري الأجانب، كان حضروا كذلك على مستوى الوالي الولاية ديال الدائرة، لأن مدينة إيركرات من المدن العشرة اللي هي موجودة بهذه المنطقة، فكذلك كان شاركوا مع الوالي الدائرة اللي غنسميو العمالة الكبيرة لمدينة لدائرة ميتمان، كان شاركوا تقريبا جوج مرات أو ثلاثة في السنة، كذلك مع هيئات التأمين الأمن عفوا اللي كيشتغلوا كذلك مع المساجد، كنحاولوا ما أمكن نقربوا الصورة وكنشتغلوا معهم كذلك في حالة ما كان مثلا أخيرا قضية ديال التطبيب أو قضية التوعية أو قضية خلق مناصب اللي كتهم رجال الشرطة، فكيكونوا عندنا علاقة بهم باش كيقربوا لنا كذلك المؤسسات الألمانية وكذلك البرامج الممكنة في هذا الباب. إذن كيف كتعرفوا أو كيف كتشوفوا الجمعية تقريبا كتشتغل على عدة محاور: الأطفال، الشباب، المرأة المغربية، الجيل الأول، لأنه الجيل الأول هو اللي حنا في الحقيقة محطنا انتباه، لأنه بغينا نسديو له خدمات، وكذلك عندنا واحد الأمانة في عنقنا بصراحة. إلى جيت نظر كنظر بكل صراحة على هذا الموضوع، هذا الجيل الأول في الحقيقة اللي وقع لواحد الحيف تقريبا اللي بغينا نقوله، ما خدم اشتغل بنى المساجد بنى الجمعيات، ومنهم من قضى نحباه ومنهم من ينتظر في هذا اللقاء المبارك السعيد سيدي نبيل كنترحموا عليهم. وبغينا هذا الجيل الأول يحظى بواحد الميزة، بواحد تكريم، بواحد تشريف، أنه يجي الجمعية ويلقى واحد الراحة، يلقى واحد التواصل، ويلقى واحد الانسجام وبين الأجيال كذلك مع الحفادة دياله مع الأبناء دياله. واحد شق أخير في هذا العمل كنشتغلوا كذلك مع المؤسسات المغربية، مع القنصلية، مع المؤسسات المغربية الوصية على ملف الجالية، مثلا المجلس الجالية المغربية، مؤسسة الحسن الثاني، وزارة الجالية، معنا كل أمور اللي كتقدر تصب في خدمة المصلحة العامة كنحاولوا ما أمكن نستقطبوها، وكنشتغلوا كذلك في تواصل مع عدة جمعيات مغربية، مثلا الجمعية اللي عندنا في إلدن مع الأخ السيبوزياني، كذلك مع جمعيات في مدن أخرى في قضية تبادل السادة الأئمة أو في لقاءات شهر رمضان إلى غير ذلك من الأمور اللي كنحاولوا ما أمكن حسب الخصاص حسب رغبة هاد رواد المسجد كنحاولوا خدمة لهم. شرف لنا كبير نكونوا يعني خدام ديال هاد الجالية المغربية لإسداء ما يمكن إسداؤه، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. شكرا بزاف سي محمد على هاد المعلومات كثيرة، وغنجي دابا للسؤال قبل من الأخير. هو كما كتعرف سي محمد بزاف الشباب كيبغيو يجيو ألمانيا باش يديروا الدراسة ولا باش يخدموا ولا باش يديروا التكوين المهني، وش يمكن تعطي الشباب كنصيحة بالتجربة ديالك الطويلة في المجال باش يجوا ألمانيا، كيفاش يندمجوا، كيفاش يتعلموا اللغة، كيفاش ينجحوا في المسيرة ديالهم في ألمانيا، وكيفاش حتى هما يحاولوا يتفاعلوا مع المجتمع الألماني. هذا الباب هذا سيدي نبيل احنا كنفرحوا، يعني ملي كنقول نحن ماشي احنا كشخص، كنحن كواحد الكيان مغربي ألماني كنفرحوا بكل أخ وكل أخت، كل ابن وكل ابنة، طالب طالبة التحقوا بألمانيا أو التحقوا بأوروبا، لأنه أولا كنعتبرهم سفراء ديال الثقافة المغربية، ثانيا كنعتبرهم كفاءات مغربية كنفكروا لهم في المستقبل ديال واحد 20 سنة، لأن المغرب الآن خضى واحد توجه كبير على استقطاب الكفاءات المغربية على مستوى وزارة الجالية. هذا الاستقطاب هذا جد جد مهم، وبالتالي ما بغيناش يكون أي سفر والتحاق للشباب المغربي كطلبة يكون يعني موشوم بالفشل من الأول بحكم عدم درايته بالواقع الألماني، لأن ألمانيا كمجتمع مجتمع تدافعي، مجتمع يعني وازن من حيث الضغوطات من حيث المتطلبات ولا يرحم من هذا الباب. فالجمعية ديالنا من هذا الباب كذلك كنحاولوا ما أمكن في حالة ما
اتصلوا بنا الشباب، عندنا واحد الصفحه سميناها صفحه مغاربه العالم المانيا، وكان يتصلوا بنا عدد من الطلبه والطالبات، كنحاولوا ما امكن نبينوا لهم اشنو كاين هنا في المانيا من نوعيات الدروس، من نوعيات استكمال الشواهد او الشهادات الجامعيه الى غير ذلك. انا كنصح مادام طرحتي السؤال على النصيحه، انصح اولا الجمعيات الموجوده هنا في المانيا يخلقوا واحد يعني الشباب او الطلبه الموجودين في المانيا يكونوا هما المحاورين ديال الطلبه في المغرب لان عندهم تجربه، او الطلبه المهندسين اللي استكملوا الدروس ديالهم، الحمد لله عندنا اكاديميين واكاديميات خصنا ندمجوهم في الجمعيات ديالنا في المانيا، وهذوك غادي يكونوا كيشكلوا محاورين يعني بحال واحد المنتورين لكل طالب او يعني من استكمل دروسه هنا في المانيا ان يتحمل مسؤوليه اخلاقيه كمواطن مغربي الماني او كمواطن مغربي، ويحاول ما امكن يعمل مواكبه ديال طالب او طالبه في المغرب. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية خص في الحقيقة الطلبة قبل ما يلتحقوا بألمانيا يسقلوا الموهبة اللغوية أو الكفاءة اللغوية ديالهم، ولكن ليس فقط الجانب اللغوي بل الجانب الثقافي حتى لا تقع اصطدامات، وخصو يعرف على الأقل يدير واحد العلاقة على الأقل مع شي جمعية أو مع شي إخوان موجودين هنا في حالة وقعت واحد الأزمة، مثلا غياب ما كاين السكن أو مشكل ديال الفلوس إلى غير ذلك. أحيانا كنعرفوا طلبة ما كيعرفوش الأبواب اللي يدقوا بحكم أنهم جاو من المغرب مولفين غير الأسرة ديالهم، وأن الأم كلفة بهم، والأب ملي كيجي لألمانيا ما عندوش ديك الشجاعة باش يدق الأبواب. ولهذا كنصح قبل ما يلتحقوا بألمانيا على الأقل يربطوا واحد الأواسط العلاقة مع جمعيات، لأنه الحمد لله عندنا جمعيات كثيرة في ألمانيا، وما نظنش ان كاين شي جمعيه اللي غتبخل على مواطن مغربي كابنائنا يلتحقوا بنا هنايا ونمد لهم يد العون. النقطه الرابعه في هذا الباب ديال المساعدات، كاين اشكاليه كبيره مثلا اللي كتوقع ديال سوء الاختيار ديال الشعبه او التوجه الجامعي، بالتالي راه هناك مقامات او مجالات او ادارات اللي كيقدموا الاستشاره، فما يمكنش مثلا عرفت صديق ديالي او صديقه ديالي عملت مثلا الهندسه الميكانيكيه وبحكم انها نجحت انا غادي ندير الهندسه الميكانيكيه لان لقات خدمه، هذا ليس تحصيل حاصل وما كيكونش بشكل اوتوماتيكي. لهذا انصحكم وانصح الشباب اللي كيلتحق بالمانيا يبحث اولا على الشعب والتوجهات اللي كتوازن الكفاءات ديالو والرغبه ديالو، لان ما يجيش هنا لالمانيا وكيوقع الفشل بحكم ان الامتحانات كتكون امتحانات صعيبه، وكيوقع له الفشل الدراسي، مشكل ما كاينش الخدمه، ما كاينش المورد المالي، وبهذا ما بغيناش يكون من الاول مرتبط الوجود ديالكم والالتحاق ديالكم بالمانيا موشوم و يعني تتخلله ازمات مستتره. لهذا كنحاول الان نخرجوا هذه النقاط المتعدده، ونحن كجمعيه جمعيه العائله المغربيه للثقافه والشباب محمد عسيله رهن الاشاره اذا كان اي استشاره او اي مجال بحكم اشتغلنا في الجامعه، بحكم علاقتنا مع عدد من الطلبه، وبحكم كذلك وجود السي نبيل اللي كنحييه من هذا المنبر على هذه المبادره في الحقيقه اللي هي انا كندعمها شخصيا، هذا ام لي بن تي في اللي جواب على واحد الفراغ ربما موجود في المنطقة، بذل مجهود باش يلتحق بنا هنايا، وكل شيء على حساب يعني وقته الشخصي إلى غير ذلك من الأمور، لا داعي لذكر ذلك، فهو إنسان كيضحي في هذا الباب، وبصراحة نشد على يديه ليكون منبر اللي غيكون يعني منبر وملتقى للتواصل، وها نحن نقوم بهذا الدور. جزاك الله خير الجزاء على كل هذه الأعمال التي تقوم بها. وشكرا. شكرا سي محمد، وكما كنقولوا في اخر الفيديو كنطلبوا منك واحد الفيدباك، واحد الراي ديالك على ملي ام تي في بي، كي جاتك الفكره وكيفاش تعرفت على ملي ام تي في، كي جاتك نعم شفت ليها في الاول وشفت ليها في الاخير. هاد ملي ام تي في يعني بصراحه كنا حكينا انه كتنقصنا المواكبه الاعلاميه، انا كنشوف كيف ما قدم مجلس الجاليه عده مبادرات منها اواصر اللي كنشوفها فعلا كتربط الاواصر مع مغاربه العالم، ولكن هذا بشكل مؤسساتي على مستوى ربما كبير، كنشوفوا كفاءات كتستدعى للقاءات،
وام ليبن تي في مشات في هذا المسار، يعني انها كتصل بناس اللي كيشتغلوا في الساحه ربما اللي ما يمكنش يشوفها شي واحد اخر. ام تي في كتواصل مع الناس اللي كتعرفهم كيخدموا في الساحه، ربما مهمشين او غير معروفين او فلهذا كتبان لي انا ام تي في بصراحه لبنه من اللبنات اللي ممكن تطور، واللي خص الجمعيات تحتضنها كذلك وتدعمها، لانه كيشتغل تقريبا بموارده الخاصه بوقته الخاص. فلهذا انا شخصيا كجمعيه يعني ابدي هنا استعدادي لدعم هذه المبادره، ولتشبيك علاقتها كذلك مع المؤسسات، ولتشبيك علاقتها مع المؤسسات الاعلاميه المغربيه، ولما لا ان شاء الله تكون لنا ام ليبن تي في واحد المقر، واحد المؤسسه هنا اللي تدير تغطية إعلامية جهوية محلية وتعالج كل القضايا اللي كاينه ديال الجائحة اللي وقعات، ديال العالقين، ديال قضايا الطلبة، ديال قضايا المساجد، قضايا عدة اجتماعية اقتصادية في الاستثمار، في كل هذه المحاور الكبيرة. وهذا ما أتمناه لكم سيدي نبيل، وأتمناه كذلك للذين يشتغلوا معك وراء الكواليس. ومن هذا الباب كيف قلت لك نحن دائما مستعدين لدعم هذه المبادرة الطيبة، ومرحبا بكم في أي وقت. جمعية ديالكم، هذه جمعية ديالكم، وهذو إخوان ديالكم اللي موجودين هنا، نحن نمد اليد الممدودة لا للمؤسسات الوطنية ولا للمؤسسات الألمانية ولا لأي مبادرة، فقط لابد أن تكون تخدم الصالح العام، وهذا هو مؤشرنا اللي كنستندوا عليه باش ندعموا أي مبادرة كيفما كانت ومن أي جهة كانت. وشكرا على الاستضافة الكريمة. شكرا أخ سي محمد، ومن باسم طاقم قناة أمليم تي في كنشكركم على الدعوة وعلى الاستضافة، وكنتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق، ونراكم مبروك، والسلام عليكم. والسلام عليكم وعواشر مبروكة، وإلى تواصل قريب إن شاء الله.